السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب الصف الأول الإعدادي. إن شاء الله هنبدأ مع بعض إن احنا نراجع الطرح، إزاي نطرح الأعداد الصحيحة. ده يا أستاذ عبارة عن إيه؟ مراجعة. قال لك طرح الأعداد الصحيحة، احنا بنطرح يا أستاذ الأعداد الصحيحة بكم طريقة؟ بطريقتين. الطريقة الأولى إن احنا ممكن نستعمل خط الأعداد في الطرح، أما الطريقة الثانية إن احنا نستخدم المعكوس الجمعي. واحنا يا أستاذ عرفنا يعني ايه معكوس جمعي. المعكوس الجمعي هو العدد نفسه بس بإشارة مختلفة، بمعنى لو قلت لك هات المعكوس الجمعي للسالب 5 هتروح كاتب العدد نفسه اللي هو 5 بس بإشارة مختلفة، ده كان سالب يبقى التاني هيكون موجب، والموجب ما بيتكتبش. طيب كمان مثال، هات لي المعكوس الجمعي للثلاثة، هنكتب العدد نفسه اللي هو 3 بس يا أستاذ بإشارة مختلفة، ده موجب فده هيكون سالب، تمام؟ طيب هات لي المعكوس الجمعي للسالب 7، نكتب العدد نفسه 7 بس بإشارة مختلفة، ده سالب فده هيكون موجب، والموجب ما بيتكتبش. طيب تعال ناخد مثال يا أستاذ ونبدأ نحل بالطريقتين، طريقة استعمال خط الأعداد وطريقة المعكوس الجمعي. هنا بيقول لك يا أستاذ 3 ناقص 5، نبدأ بطريقة خط الأعداد. ركز ان الرقم الاول موجب، طالما الرقم الاول يا استاذ موجب يبقى نمشي في اتجاه الاعداد الموجبه. الاعداد الموجبه اللي هم يمين الصفر، نمشي كم خطوه؟ 3، ادي لك خطوه كده، 2 كده، 3، وصلت عند الثلاثة. نيجي للرقم الثاني سالب، احنا عارفين يعني ايه سالب، السالب بيعبر عن النقصان او التراجع. يعني يا أستاذ هنرجع لورا 5 خطوات، تمام؟ أدي لك خطوة، 2 3 4 أدي لك 5، وصلت وين؟ وصلت عند السالب 2، يبقى الناتج سالب 2، تمام يا أستاذ؟ طيب عاوزين نستخدم يا أستاذ الطريقة الثانية في الطرح اللي هي طريقة مين؟ اللي هي طريقة المعكوس الجمعي. طريقة المعكوس الجمعي بتقول لك إيه؟ نقلب الطرح إلى جمع، الطرح ده نقلبه جمع. تاني حاجة نعكس إشارة المطروح، المطروح اللي هو الثاني. طيب تعال نطبق، أول رقم ده ماليش صريح بيه نكتب زي ما هو 3، نقلب الطرح إلى جمع، تمام؟ ونجيب المعكوس للرقم الثاني، معكوس الخمسة سالب 5، تمام؟ وبعد كده يا أستاذ نستعمل جمع الإشارات. قلنا في جمع الإشارات لو الإشارات مختلفة نكتب إشارة الكبير اللي هو 5 ونقوم بالطرح، 5 ناقص 3 2. طب لو الإشارات متشابهة، ركز ده الإشارات مختلفة، ده موجب وده سالب، يبقى نكتب إشارة الرقم الأكبر ونطرح 5 ناقص 3 2. طب لو كانت الإشارات متشابهة يعني ده سالب وده سالب، نأخذ إحداهما إشارة إحداهما ونجمع، تمام؟ طب تعالى ناخذ أمثلة أكتر يا أستاذ ونتدرب على الطريقة رقم 2. نبدأ يا أستاذ نتدرب إزاي نطرح باستخدام طريقة المعكوس الجمعي. قلنا يا أستاذ الرقم الأول نكتبه زي ما هو، ونقلب الطرح إلى جمع، تمام؟ ونجيب المعكوس للرقم الثاني، الرقم الثاني اللي هو 4، معكوسه سالب 4، تمام؟ ونستخدم قاعدة الإشارات، جمع الإشارات. قاعدة جمع الإشارات، لو الإشارات مختلفة الأول موجب والثاني سالب، نضع إشارة الأكبر، الأكبر 9 إشارتها موجب والموجب ما بيتكتبش، ونقوم بالطرح 9 ناقص 4 5، يبقى الناتج موجب 5. نتدرب أكتر، الأول نكتبه زي ما هو 5، نقلب الطرح إلى جمع. طيب الثاني نجيب له المعكوس، معكوس السالب 5 موجب 5، ونستخدم إشارات الجمع، لو الإشارات متشابهة نأخذ إحداهما موجب ونجمع 15 و5 20، والإشارة ما بتتكتبش الموجب. طيب كمان مثال، نكتب الرقم الأول كما هو 3، نقوم بتحويل الطرح إلى جمع، ونجيب المعكوس للثاني، معكوس الموجب 5 سالب 5، نقوم بتطبيق قاعدة الإشارات، هنا موجب وهنا سالب مختلفة، نضع إشارة الأكبر ونطرح 5 ناقص 3 2، يبقى الناتج سالب 2. نيجي هنا
نكتب الأول كما هو، نحول الطرح إلى جمع، نجيب المعكوس للثاني، معكوس 23 موجب 23، نقوم بتطبيق إشارات الجمع، موجب وموجب متشابهة، نأخذ إحداهما ونجمع 3 و3 6، والاثنين كما هي، والموجب لا يكتب. هنا نكتب الرقم الأول، بس ركز دي جمع، يبقى نطبق إشارات الجمع مباشرة، تمام؟ فهنقول متشابهة موجب مع موجب، نكتب إحداهما ونجمع 6 و4 10، 0 في 1، 1 و2 3 و1 4، والموجب لا يكتب. هنا نكتب الأول كما هو، نحول الطرح إلى جمع، ونجيب المعكوس للثاني، معكوس السالب 60 موجب 60. إذا اختلفت الإشارات سالب مع موجب، نأخذ إشارة الأكبر موجب ونطرح 60 - 4 56، والموجب لا يكتب. بس كده يا أستاذ، احنا يعتبر رجعنا الطرح بجميع تفاصيله. الناس اللي حابة تتابع معانا تنزل تشترك في القناة وتفعل زر الجرس علشان أول ما ننزل فيديو يوصلها إشعار. تعمل لايك للفيديو لو أنت استفدت، تعمل لايك للفيديو، ما استفدتش ما تعملش لايك للفيديو. أنا عماد يسري، بتمنى أن أنت تقول لأصدقائك على القناة علشان يتابعونا على القناة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.